Welcome to the future of creativity, where artificial intelligence is transforming the way we create content. Imagine a world where your ideas come to life effortlessly. AI is not just a tool, it's a creative partner. From generating stunning visuals and immersive music to crafting engaging stories, AI opens up endless possibilities. It learns from vast amounts of data, understands patterns, and produces content that resonates with audiences. AI accelerates the creative process, providing inspiration and new perspectives. Whether you're a filmmaker, writer, musician or designer, AI can enhance your work, making it more innovative and impactful. Creation is here and it's powered by AI. Embrace the technology, explore the possibilities and unleash your creativity like never before. AI in content creation, your imagination amplified. الاعزاء على كل يوم موقع جديد. السلام عليكم الله وبركاته. نشوف النهارده مع بعض ازاي نستخدم موقع انفيديو اي اي في عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي فقط من خلال النص زي ما شفنا في اول الفيديو موقع انفيديو اي اي يمكن اتاخرت في الحديث عنه ولكن لان كان في ايضا مواقع كتيره جدا بتقدم خطط مجانيه جيده فكان لازم ان انا اتناولها ولكن ده لا يمنع ان موقع انفيديو اي اي من المواقع المميزه في انشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي خاصه تقدر تعمل فيديوهات على اليوتيوب باستخدام هذا الموقع والكفاءة الخاصة بالفيديوهات هتكون جيدة جدا طبعا النهاردة احنا هنتكلم عن الخطة المجانية اللي احنا هنستخدمها من خلال موقع انفيديو اي, اي, اي فبالتالي هيكون في ووتر مارك على الفيديو يلا بينا نشوف ازاي هنستخدم انفيديو اي اي اول حاجة هتخش على فيديو اي اي وهتدوس على تراي انفيديو اي, اي, اي. والجميل كمان ان موقع انفيديو اي, اي, اي ممكن يسمح لك ان انت تضيف الصوت بتاعك كباك جراوند عشان لو انت حابب ان انت تضيف صوتك بدل ما تستخدم الصوت بالذكاء الاصطناعي من خلال الموقع ولكن في هذه الحاله هتضطر ان انت ترقي للخطه المدفوعه علشان تعمل اد فويس. طب نشوف فيديو اي اي ونسجل فيه ونخش على الداشبورد. من الجميل ان فيديو اي اي ممكن ان انت تستخدمه عشان تعمل سوشيال اد فيديو وكان سالني احد المتابعين ايه هو افضل موقع ممكن استخدمه عشان اعمل بيه فيديو بالذكاء الاصطناعي علشان اطلع بيه اعلان ممكن تستخدم انفيديو اي ايضا من المواقع المميزه في عمل أعلانات على السوشيال بلاتفورمز بشكل عام او منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام فعشان كده كمان يمكن الموضوع ده اللي حمسني ان انا اطلع اتكلم عن انفيديو اي في تو موديل حاليا في انفيديو اي في فيرجن 2 وفي فيرجن 1 فيرجن 2 بيدعم حوالي 55 لغه منها اللغه العربيه وكمان بيتر فويسز يعني الاصوات افضل لونجر Prompts ممكن تضيف امر اطول ومور يعني في حاجات اكتر موجوده فيه لكن الموديل القديم هو فيرجن 1 هستخدم فيرجن 2 اعتقد ممكن استخدمه في الخطه المجانيه وهنا هبتدي ان انا ادي التوبيك اللي انا عايزاه واللانجوج والانستراكشنز اللي انا عايزاها ان ديتيلز علشان يعمل لي فيديو اللي انا عايزاه هختار سكريبت تو فيديو سكريبت اعمل بيه الفيديو بتاعي او اليوتيوب اكسبلينر شوف انت عايز ايه بالظبط شورتس في برضو الحته بتاعت اكسبلور اول هو الكلون يور فويس اللي قلت لك عليه ان انت تقدر تستنسخ الصوت بتاعك مش كل مره محتاج ان انت تسجل شفنا الموضوع ده في 11 لابس قبل كده ازاي نعمل استنساخ للصوت وده هيساعد قوي ان انت مش كل مره بقى ايه تقعد تسجل الفيديو بتاعك هو هيستنسخ صوتك على الفيديو بالتكست اللي انت هتحطه هنا انا هبتدي ان انا اقول له سكريبت تو فيديو وهنا هبتدي اقول له كرييت ا يوتيوب فيديو واحط السكريبت بتاعي اللي انا جايباه اصلا من شات جي بي تي احط السكريبت بتاعي هنا انا جايباه من شات جي بي تي يعني انا طلبت من شات جي بي تي ان هو يعمل لي سكريبت عن استخدامات الاي اي او ذا باور اوف اي اي في انشاء المحتوى هنا الباك جراوند ميوزك انت عايزها ايه انسبايرنج انرجيتك هابي ممكن اقول له مثلا انرجيتك وهنا السيتنج استخدام اني فويس ممكن اقول له طبعا هو بيدعم اللغه العربيه لكن انا هنا عامله السكريبت باللغه الانجليزيه ان انا اقول له هنا... استخدم كلير امريكان فويس مثلا ده الناريتور اللي بيتكلم لان هو هنا في ناريتور بيتكلم وهنا يوز او ووتر مارك تكست ايه الووتر مارك اللي انت عايز تحطه تسيبه زي ما هو add any subtitle استخدم I stock as needed don't use I stock ما تستخدمش I stock بيبقى عليها بيكون موجود عليها الووتر مارك هنا هقول له استخدم اليوتيوب اوديو لايبراري اونلي لان الفيديو هنا هيكون على اليوتيوب فالافضل ان انا استخدم من مكتبه اليوتيوب هنراجع بشكل سريع انا هنا حطيت السكريبت وقلت له اعمل لي يوتيوب فيديو ويخلي الباك جراوند ميوزك انرجيتك حماسيه وي setting يوز اني امريكان فويس انا هنا معلش استخدمته باللغه الانجليزيه هو بيدعم اللغه العربيه فيرجن 2 هو اللي قايل الكلام ده هنا اخترت السيتنج بتاعي ظبطته اد اني تايتلز دونت اد اني تايتلز ممكن اسيب واشوف هيكتب لي ايه don't use اي بيستخدم صور عليها ووتر مارك فمش عارفه هنا هيعمل معايا ايه هنشوف مع بعض النتيجه واستخدم اليوتيوب اوديو لايبراري وبعد كده هقول له كونتينيو وبعد كده هبتدي اقول له جينيريت ا بعد ما عمل لي لاني الاودينس كريتورز ولا اه الناس مهتمه بالتك ولا الناس المبتكرين لا انا هكلم هنا الاودينس بتاعي هم الكريتورز هنا هخلي اللوك اند فيل انسبيرشنال والبلاتفورم يوتيوب وهقول له كونتينيو وهنستنى لحد الفيديو ما يتعمل هنا بيقول لي انت رقم 8 زي ما احنا شايفين 11% ما خدش وقت كتير اهو بسرعه بيبتدي ان هو يعمل له بريبير ويبتدي ان هو بلاننج الميوزك يضيف الميوزك ويبتدي يدور على الاصوات يعني هو بيقول لك وهو ماشي بيبتدي ان هو يعمل ايه بعد كده بيلقى الميوزك والفويسز بينتقل للمرحله الثانيه وهكذا ويلا بينا نبص على النتيجه النهائيه. وتم انشاء الفيديو بتاعي اللي كان مدته حوالي دقيقه و13 ثانيه وانتم شفتوه في بدايه ال فيديو بتاع النهارده بمنتهى البساطه بتعمل له داونلود لو انت ليك اي كومنت عشان تعمل اديت على الفيديو بتبتدي ان انت تضيف الكومنت بتاعك هنا بتقول له مثلا هنا بيديك شويه افكار يعني حط سبتايتلز او غير الكرنت ستوك تو فيديو درون شوت مثلا بشكل عام هنا انت بتحط الاديت يعني عشان برضو ايه ما دخلكش في تفاصيل كتير انت هنا بتحط انت عايز تعمل ايه وبعد كده بتبتدي تستخدم الفيديو بتاعك عادي ولكن الفيديو فيه ووتر ماركس زي ما احنا شايفين فلو انت مش مهتم تقدر تستخدمه في الخطه المجانيه بما هو متاح ليك بشكل مؤقت لحد ما تقرر ايه ال... الموقع اللي انت مرتاح معاه لو انت عايز تعمل اد او لان طبعا اكيد انت لما هتعمل اد مش هتطلع تعمل اد بفيديوهات عليها ووتر مار اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده على قناه كل يوم موقع جديد اشوفكم في فيديو قادم وزي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته